حلقة جديدة من برنامج صف التاني. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفتين. اول وصفة هتبقى مدفونة اللحمة، ودي وصفة خليجية، ويكون معنا سمنة جنة، وان شاء الله هنعمل كمان مكرونة بالزبدة والجبنة، وهيكون معنا برضو وصفات او مكونات حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم. طيب وان شاء الله هيكون معنا كمان فيديو لدنيا طلال، وهي وصفة مكرونة باللحمة من الفيديوهات اللي انا طلبتها وقلت لكم الناس اللي حابه تشترك، لان احنا دلوقتي كلنا قاعدين في البيت وناس كتير مش عارفه تعمل ايه، ففرصه حلوه انكم تشوفوا وصفاتكم على الشاشه. كل حد حاسس انه عنده وصفه حلوه حابب يقدمها يقدر يبعت فيديو مدته دقيقه واحده عشان يلحق يتعرض على الشاشه، تمام؟ تبقوا باينين فيه والوصفه باينه فيها بمقاديرها، وبس كده تبعتوها على صفحة بي ان سي فود او صفحتي انا الشخصية، واحنا بنعرضها هنا على الشاشة. فاحنا جالنا فيديوهات جميلة جدا، فمنهم ان شاء الله النهاردة تتعرض دنيا طلال، وان شاء الله يعني هحاول على قد ما اقدر كل اللي هيتبعت نعرضه على مدار الفترة اللي جاية بإذن الله بإذن الله. وان شاء الله هيبقى بعدها بعد الفكرة دي ان شاء الله لما احس كده ان كله منتعش كده نبتدي بقى نطلع منها فكرة احلى كمان جدا جدا قريب بإذن الله. طيب فانا مش عايزة حد يكسل، انا عايزاكم تبتدوا تبدعوا وتفكروا تصوروا ازاي. الموضوع سهل وبسيط جدا، تقدروا حد يصوركم بالكاميرا مش كاميرا بموبايل، مش محتاجين كاميرا، بموبايل كده تصوروا، حد يصور او انا اوقات بصور نفسي اروح ماسكه الموبايل كده وافضل مثلا اقول انا معايا دلوقتي وصفه اللحمه واصور، امسك كده الموبايل وابتدي اصور كده كذا كذا كذا، ومعانا المقادير دي ومش عارفه ايه والكلام ده كله، هنروح على الحله هنعمل مش عارفه ايه، لقطه صوره ايه كده بتاع انا ظهرت فيها، بس كده مش صعبه، بس وابلود لينك اتباعت عادي. ازاي؟ انتوا بتخشوا على البوست في حته اللي هو بتبعته صوره، تقدر تختار تبعته صوره او فيديو، سهل قوي مفيش اي حاجه صعبه. طيب هنعمل دلوقتي مدفونه اللحمه، وزي ما قلت اصلها خليجي ولكن ناس كتير جدا بتعملها بطرق مختلفه، يعني ليها طرق مختلفه، فاحنا مش ماشيين على حاجه معينه، احنا نعمل وصفه حلوه وان شاء الله تعجبكم. معانا كيلو لحمة متقطعة مكعبات متوسطة، بصلة كبيرة مقطعة شرايح رفيعة، فصين ثوم مفرومين، فلفلتين رومي مقطعين شرايح رفيعة، معلقتين كبار سمنة جنة، ومعلقتين كبار صلصة، ومعانا حبتين لومي، وورق لورا، عود قرفة خشب، خمس فصوص حبهان صحيح، وثلاث حبات قرنفل صحيح، ومعلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره بهارات مشكله، وملح وفلفل اسود. طيب للرز بقى، ده كله للحم طبعا، الوصفات الخليجيه معروفه انها غنيه جدا 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 بالتوابل، فهنخش بقى دلوقتي على الرز. معانا كوبايتين رز بسمتي منقوع في الميه لمده ساعه عشان يسهل عمليه السوى، ومعانا اربع كوبايات مرقه او ميه سخنه، بصله مفرومه ناعم، معلقتين كبار سمنه جنه، ونص معلقه صغيره قرنفل مطحون، نص معلقه صغيره حبهان مطحون، معلقه صغيره كركم، نص معلقه صغيره قرفه بودره، وملح وفلفل اسود. للزينه معانا نص كوبايه لوز مقطع انصاص محمصه، وربع كوبايه زبيب محمص، زبيب يعني متشوح معاه على النار يعني، بس في الاخر تحطوه في الاخر عشان بينفش بسرعه وبيتحرق، وربع كوبايه بقدونس مفروم. طيب للتقديم معانا سلطه الدقوس، ودي عباره عن طماطم فلفل حامي وبقدونس وملح وفلفل وعصره ليمونه، تمام؟ تبقى لذيذه جدا جدا في الوصفه. احنا بنسخن دلوقتي الحله عشان ننزل فيها اللحمه. اول حاجه هننزل فيها معلقه من سمنة جنة. انا بنزل الاول اللحم، هتلاقوا كل شيف وليه طريقته، كل شيف وليه طريقته، تمام؟ بنزل الاول اللحم، تمام، لان انا شايفه او مقتنعه ان لو نزلت التوابل الاول هتتحرق معايا، لان اللحمه بتاخد الاول تشويحه جامده،
بننزل اللحمه ومش بنقلب الاول. تمام، هتاخد لسه شق وبعدين هبتدي ان انا اقلب. اللي انا ممكن اعمله دلوقتي بكتير واحط فلفل اسود وملح، بس برضو مش حبه عشان برضو بيتحرق معانا، لو النار عاليه قوي بيتحرق فبلاش. تمام، عندنا بقى للرز هقول لكم على هنعمل ايه الاول. هحط برضو معلقة من السمنة، معلقة من سمنة جنة، وبأكد انها غير مهدرجة. تمام، دي معلومة مهمة جدا ان سمنة جنة غير مهدرجة، لا زبدة ولا سمنة جنة، الزبدة ولا السمنة مهدرجين. طيب هننزل بقى هنا اول حاجة، انا هنزل الاول البصلة في الرز بقى غير، هقول لكم بنزل البصلة الاول. وهديها تشويحة حلوة. بعد كده هنزل فيها البهارات والرز، لانها مش بتحتاج زي اللحمه ان احنا نسويها على نار عاليه قوي او ان احنا نحمرها الاول تحميره على نار عاليه قوي زي اللحمه، فمش هيتحرق مني. اللحمه دلوقتي زي ما احنا شايفين نقدر نقلبها كده فتدينا ايه اللون اللي احنا عايزينه. تمام، معانا تليفون. الو الو، ايوه شفتني. اهلا اهلا، انا بحب حضرتك جدا. حبيبتي انا كمان، ازيك؟ الحمد لله. قولي لي اسمك ايه؟ ايه. اهلا بيك يا ايه، عندك كام سنه؟ انا بعمل دايما كل وصفاتك وبعرف ادرس حضرتك وبعمل كل حاجه. يا حبيبتي بجد، ايه اكتر وصفه بتحبيها؟ ايه، بحب وصفه جدا لشرايح الخبز المشبع، لان مامي دايما لو عايزه تعمل دايت او حاجه او تيتا دايما بقول لها على الطريقه والعشر نصايح وكل حاجه. برافو عليك يا حبيبه قلبي، تسلم ايدك. شكرا. قولي عندك اي سؤال؟ انا كنت بس بسلم على حضرتك. حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب. حبيبتي شكرا، شكرا على احلى مكالمه النهارده، شكرا. عسل. بصوا احنا هنا بنشوح البصله للرز بقى الاول. البصله بنزل فيها بقى دي كل التوابل اللي معايا، على عكس ايه مع اللحمه، بحط بقى كله اهو. طبعا كميه البهارات والتوابل اللي معانا بتخلي الوصفه غنيه جدا ومفيده جدا. وهنزل فيها الرز في نفس التوقيت تشويحة كده. تمام، تشويحة حلوة. وبعدين اروح منزلة بقى فيها المرقة او المية المغلية حسب اللي هتسووا فيه. طبعا احنا في البيت بناخد وقتنا شوية تشويحة كده بحيث كله يتغلف باللون الحلو وياخد كده تشويحة جميلة بتدي طعم حلو. تمام، بعد كده بنزل بالمية المغلية او بالمرقة. بظبط بقى على كل كوباية رز معلقة من الملح لو مش حاطين مرقة، لكن لو حاطين المرقة لا. تمام جدا جدا، بسيبها بس اول ما تغلي معايا هروح مغطية ومغطية. طيب نيجي بقى عند اللحمة تاني. احنا كده اللحمة تمام، هبتدي بقى انزل معاها بس
نبتدي ننزل فيها بقى البصل وكل البهارات اللي معانا في المرحلة دي كده، هضمن انها مش هتتحرق مني. تمام، وهنزل برضو الثوم تقليبة بس الأول، وبعدين نحط معلقة الايه الصلصة. بصوا بقى بتبتدي بقى تنزل كل طعمها التحفة، والروايح كلها تبقى رهيبة. نحط بقى هنا الفلفل كمان، نظبط بالملح، تمام. اخدنا وقتنا في التشويح، هبتدي بقى انزل الصلصة. تقليبة حلوة، وللي يحب يحط بقى فلفل اخضر. معانا تليفون. السلام عليكم. ايوه اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انتي ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله. اهلا بيك يا حبيبتي، انا مبسوطه اول بكلم حضرتك والله. يا حبيبتي تسلمي لي، يا رب نوروا لي الحلقه. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا رب. اتفضلي، عندك سؤال؟ كنت عايزه اسالك، معلش، عن الخبز بس المشبع. الايه؟ الخبز المشبع. ايوه، انا حضرتك كنت سالت حضرتك قبل كده ان انا جسمي كويس وبرضع، وحضرتك قلت لي خديه عادي. بس انا لقيت كل حاجه، لقيت الشيا وكينوا وكل حاجه، بس مش لاقيه دي القمح الكامل. لقيتي كل حاجه ما عدا ايه؟ دي القمح الكامل. لا ما تحطيش دي قمح كامل، حطي دي شوفان. لقيت شوفان، ماشي شوفان لقيت. دي شوفان لقيتيه؟ لقيت. حلو قوي، ما تحطيش دي قمح خالص. دي كانت اول وصفه زمان، ما بقتش اعملها. حطي مكان المقدار بتاع دي القمح، حطي دي شوفان. واهم حاجه تشربي ميه كتير قوي لما بتاكليه، عشان يساعد على ايه؟ على كل الفوائد اللي فيه وادرار اللبن معاه. شكرا يا حبيبتي على المكالمه. طيب اللحمه كده خلاص، انا بس بنزل عليها بقى الميه عشان تستوي معانا على مهلها. بسيبها بقى تستوي معايا كده. الفلفل حسب ما تحبوا تحطوا، يعني انا اعرف ناس ما بيحطوش الفلفل. تمام، دي حسب ما تحب. تمام، تتساب بقى كده وتستوي معانا. الرز زي ما احنا شايفين بيغلي اهو، فاحنا خلاص بوطي تقليبه بس كده بشويش. عادي لما نقلب الرز ما بيحصلش اي حاجه، وابتدي اغطيه هو كمان عشان يستوي معانا بس كده. لما كله بيستوي بقى الشكل بيبقى عامل ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. احنا معانا الرز كده جاهز، هنبتدي بس ان احنا نغرف بقى. هنغرف الاول بحيث ان احنا اللحمة هتبقى تحت الرز. كل واحد حسب برضو ما يحب يغرف، يعني احنا كل واحد حسب ما يحب، مش لازم ايه يبقى في شكل معين. بس انا هبتدي احط اللحمه كده بالطريقه دي حوالين داير، بحيث اي حد يغرف يلاقي نصيب من اللحمه من اي جهه. وصفه لذيذه قوي كمان لرمضان، فالافكار اللي احنا بنعملها دلوقتي اكتبوها عندكم بحيث تبقى عندكم في رمضان. والافضل الواحد يكتب، لان الواحد بينسى، يعني لو ما كتبناش برضو ايه بننسى، نقعد نقول الوصفه دي حلوه عايزه بعملها، بس ايه مش هتفتكروا، لازم ايه تكتبوا. تمام كده، ننزل بعد كده بقى بالرز. احنا معانا الرز اهو،
بالشكل ده، مش عايزة بقى اغطي بس خالص على اللحمة عشان برضو ايه نبقى شايفين الوصفة كان فيها ايه، مش هندفنها خالص يعني كده، بس كده على بسيط كده على بره. وبقية الرز بقى بالشكل ده، طبعا دايما الخلايجة بيتصفوا بالرز لما بيقلبوه بيبقى ريحته تجنن، وفعلا بتبقى وجبة متكاملة فيها اللحمة والنشويات وجنبها بقى ايه السلطة، سلطة الدقوس الحلوة دي جميلة جدا 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 في الطعم، فعلا تحفة، بتكمل الوجبة بطريقة مش عادية. زي ما قلت كل حد حسب ما يحب يعمل، يعني كل شيف وليه طريقة في طريقة التقديم، والمكونات برضو بتختلف وكل بلد بتختلف عن التانية شوية في طريقة التقديم. تمام، ممكن ايه ناخد بس من الصوص ده ما يتسابش بصراحة، ينزل بقى كده من فوق من غير بس اللومي والحاجات دي عشان ايه. واخر حاجة بس نظبط شكل الطبق، ضروري لازم يبقى الشكل ايه متناسق وحلو، ونحط المكسرات اخر حاجة. مش قادرة اوصف لكم الريحة طبعا تهبل. الشكل ده عشان كل حد ياخد يبقى له نصيب. والزبيب وحاجة كده ايه اخر جمال، وشوية برضو من الخضرة. يعني طبق كده معتبر كده جميل جدا وغني جدا بكل المكونات. وشكلا كمان فعلا فعلا يجوع جدا. بتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتتقدم بالدقوس زي ما تحبوه، بس بتبقى جميلة قوي بيها. والناس اللي عايزة تعمل فراخ ممكن، تمام، ونفس التوابل. هنروح بقى لفاصل ونرجع ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة مكرونة بالزبدة والجبنة بعد الفاصل. اهلا بيكم معانا من الفاصل، وهفكركم احنا عملنا ايه قبل الفاصل. عملنا مدفونة اللحمة وشايفين شكلها يعني مغري جدا وحلوة وغنية على السفرة، وفيها كل مكونات اللحمة والرز والحركات بقى اللي على الوش والسلطة اللي جنبها سلطة الدقوس، يعني حاجة كده جميلة 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 وريحتها تجنن طبعا. بس الناس اللي عامله السبع خطوات احنا خلاص عرفنا، نبتدي بسلطه الاول قليله الدسم، شوربه قليله الدسم وسلطه الدقوس، وناخد شويه صغننين كده ونقوم تلت معده. ناس كتير بتقول يعني ايه تلت معده؟ تلت معده يعني تتخيلوا انكم تقدروا لسه تشربوا كوبايه ميه وتتنفسوا، تمام، يبقى ساعتها الواحد ايه بقى عارف ان هو كده تلت معده. يعني اسهل حاجه الواحد ما يقومش شبعان، دي احسن حاجه، احسن حاجه للعمر. تمام، احنا دلوقتي هنعمل مكرونه بالزبده والجبنه، ومعانا مكرونه ايطاليان.
هقول لكم على المقادير. طبعا هتبقى ايه جميله جدا للنحاب، النحاب بيسالوني دايما احنا عايزين وصفات تتخن، فالوصفه دي ان شاء الله ان شاء الله من الحاجات ممتازه ممتازه للنحاف او الاطفال اللي برضو بتبقى عايزه تزيد وزنا، ولكن والاهل ما بيبقوش عارفين يدوهم ايه يزودهم شويه وزن. طيب احنا معانا كيس مكرونه فوسيلي، شكل فوسيلي ايطاليانو، مسلوقه نص سلقه، معانا نص كوبايه زبده، معلقه كبيره ثوم مفروم، وربع كوبايه ورق اوراق الريحان طازه مفروم، ومعانا كوباية جبنة بارميجان مبشورة أو جبنة ممكن نقول رومي مش قديمة قوي، تمام؟ لو مش لاقيين البارميجان ممكن رومي مش قديمة قوي نص، وملح وفلفل أسود، ولتقديم أوراق ريحان. الولاد بيحبوا قوي الوصفة دي عامة. إيه التغيير اللي ممكن نعمله فيها؟ ممكن الأطفال ما بتحبش الريحان يتشال الريحان ويتحط معاها كمان جبنة شيدر، تمام؟ هي بتبقى دسمة، هي بتبقى كلها كده صوص جبنة في زبدة. طيب ايه كمان ممكن يتحط عليها؟ ممكن يتحط من الاجبان اللي ممكن تتحط عليها كمان الجبنة اللي في الكاسات الكريمي تضاف، وممكن يتشال زي ما بقول الريحان للاطفال اللي متحبش الريحان. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا اول حاجة هننزلها الزبدة. الوصفه دي غير مناسبه لسبع خطوات تماما، باكد يعني ما ينفعش حتى تلت معده. الوصفه دي للنحاف، انا عندي ناس كتير قوي 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 بيزعلوا مني عشان بيقولوا بهتم بس بالناس اللي عايزه تخس. لا انا كتير بقدم وصفات على فكره فعلا، وبقول عليها مناسبه للنحاف او للاطفال اللي برضو عايزه تزيد وزنها. بننزل بقى بعد الزبدة بننزل عليها الثوم. برضو الوصفة دي عارفين حلوة قوي 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 لما يضاف لها الجمبري، بس ما نشيل الريحان بس، فظيعة تبقى الزبدة بالجبنة كده والجمبري والمكرونة حاجة جامدة قوي. ننزل بقى بالثوم. عايزه اوريكم بس الرز اخباره ايه، تعالوا نشوف مع بعض شكل الرز هنا في الحله. احنا سويناها مع بعض دلوقتي اول الحلقه، بصوا جميل جدا ومفلفل ازاي، تحفه ريحته تهبل، التوابل اللي فيه تجنن. وبنشوف ندوق. حسينا لا محتاج سوى، سهله جدا، اروح على طول مزوده شويه الميه مغطيه وهي على النار هاديه تكمل سوا. طيب نشوف اللحمه مع بعض. شايفين اللحمه بقى منزله الصوص بتاعها وجميله ازاي كده، برضو ريحه تجنن، والتوابل والصوص بتاعها يهبل يهبل، مش قادره اوصف لكم، تجنن. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نشيلها بس منها اللي مش حابب الفلفل الاخضر لانه بيغير اتجاهها شوية في الطعم. طيب احنا كده التومة خلاص اخدت لها اللون، مش عايزين بقى نزود قوي، بزود فيها بقى على طول الجبنة، وعندي الريحان المفروم، وخلاص كده بنزل على طول بالمكرونة. بظبط بس ملح وفلفل، تمام؟ هي مش بتحتاج اكتر من كده، بنزود بس الملح والفلفل، تمام جدا. والوصفه كده خلصت معانا. طبعا المكرونه مسلوقه نص سلقه، ودهنينها بمعلقه يعني حاطين عليها معلقه زيت ومقلبينها بيها. وصفه بسيطه قوي بس طعمها حلو جدا، وتعتبر غنيه جدا بالسعرات. زي ما قلت الاضافات اللي ممكن تعملوها، تحطوا عليها معلقتين كبار جبنه كريمي من الكاسات،
وجبنه شيدر تتحط عليها تبقى برضو حلوه جدا. عارفين الماك تشيز تبقى كده، بس كده نجيب بقى طبق التقديم. بس بس ويلا بينا ننزل هنا كده. شكل الفوسيلي بقى في المكرونه بتبقى حلوه قوي قوي. ليه؟ لان الفوسيلي ده بيحوش اي طعم جواه، يعني بيشبك جواه كده، فبحب المكرونه دي جدا. اي صوص بيروح شابك لي جوه المكرونه غير اي مكرونه تانية بتزحلق من عليها، الصوص بيتزحلق من عليها، لكن دي بتخش جوه الفتحات دي. اخر حاجه هنزل عليها ورق الريحان وكده. تمام جدا، وصفه بسيطه قوي بس غنيه جدا بالنكهه. تمام، احنا بتمنى يا رب برضو الوصفه تعجبكم. احنا بنقدم كل انواع الوصفات، سواء الدسم الغني اللي على اصوله، الدايت اللي مش دايت، كل حاجه. وبقول دايما ايه اللي ممكن ناكله امتى وازاي. فالوصفه دي من الوصفات المناسبه جدا للنحاف، سواء الاطفال او الكبار، وياكلوا معاه بقى للنحاف. ممكن سلطه طبعا، يا ريت سلطه برضو، لازم حاجات صحيه، بس ممكن دسم فيها اكتر. ممكن احنا معانا هنا دسم خلاص، مش محتاجين في السلطه دسم، بس لازم يبقى معانا دايما سلطه. ممكن شوربه بقى، ممكن شوربه فيها سعرات اكتر، مش لازم تبقى شوربه خضار مثلا قليله السعرات، لا ممكن شوربه يبقى فيها مثلا بطاطس، ممكن يبقى فيها كريمه، ممكن يبقى فيها كده للنحاف. تمام، بس كده احنا خلصنا وصفتين النهارده، بتمنى يا رب يعجبوكوا. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. معانا من الفاصل، واحنا دلوقتي عايزين نعرض لكم الفيديو. ولكن قبل ما نعرض الفيديو عايزه انوه فين هتبعتوا تاني فيديوهاتكم، علشان في ناس برضو لسه بتسال احنا نبعت الفيديوهات فين. تاني حاجه السوشيال ميديا برضو احنا هنجاوب على الاسئله، فبرضو هتبعتوا على نفس المكان، هيبقى على بي ان سي فود او سفره سالي. تمام، على فيسبوك وانستجرام، انستغرام بي ان سي فود على لكن الفيسبوك هتلاقوا بي ان سي فود وسفره سالي. هنا هتحطوا اسئلتكم واحنا نجاوب عليها، وهنا كمان هتحطوا تبعتوا فيديوهاتكم. يعني اللي عايز يبعت فيديو يبعت على نفس الصفح، تمام، على فيسبوك تبعتوا اللينكات بتاعتكم. طيب احنا دلوقتي هنتفرج بقى على فيديو لدينا طلال وهي مقدمة وصفة مكرونة. خلينا نتفرج عليها دلوقتي مع بعض. الله وبركاته، ازيكم؟ انا دينا طلال، اجيت لكم فيديو دقيقة لوحدة. هعمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة. دلوقتي هعمل معايا ربع كيلو لحمه مفرومه او اي مقدار تحبيه، عليه بصلتين مفرومين والبهارات اللي هي ملح وفلفل اسود وبابريكا لو حباها يعني، وبصل بودر وثوم بودر. تقلبيها كويس قوي
بعد كده تجيبي الطاجن تحطيها فيه، تحاولي كده على قد ما تقدري تسويها بحيث تبقى قرص. وهنا دي كوبايتين مكرونة وكوبايتين صلصة او اي صوص طماطم طبعا انتي حباه او عايزة تضيفيه. اهو بعد كده هغلفها بورق الالمونيوم، بعد كده هحط الغطا وبالهنا والشفا. تسلم ايديك يا رب، فكرة فعلا لذيذة جدا جدا. احنا دايما عايزين نشوف اللي بيقدموا الوصفات عشان برضو ايه بتفرق معانا جدا. طيب مستنيين فيديوهات تانية كتيرة، احنا لسه عندنا فيديوهات حلوة قوي هنوريها لكم ان شاء الله في الحلقات القادمة. ومستنيين فيديوهات تانية تبعتوها لنا فرصة وانتوا قاعدين في البيت، وزي ما قلت الموضوع مفيش اسهل منه، الموبايل في ايديكو صوروا عادي جدا، المقادير اهي يا جماعه كذا كذا كذا، صوروا 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 وهاي كده وخلاص وخلصنا، او حد يصوركم يعني، بس لو مفيش حد يصوركم صوروا سهله قوي مفيش اي مشكله، مدته دقيقه. وتعملوها ازاي؟ في حاجه بس عايزه اقول لكم عليها برضو من خبراتي وفي التصوير البسيطه العبيطه اللي مفيش اعبط منها في الحياه، انكم وانتوا بتصوروا فيديو عادي تقدروا تعملوا بوز، يعني مش ستوب لا بوز، موجوده الحاجتين دول موجودين على اي فيديو بتاع موبايل عادي جدا. بوز يعني ايه؟ يعني بوز يعني توقفوا وتكملوا على نفس الفيديو، ستوب يعني وقف خلاص وتسيب الفيديو لوحده وهتكمل هتبتدوا بقى فيديو جديد، لا اعمله عند بوز. بوز يبقى انا مثلا صورت مثلا فيديو كده لفيت المقادير كذا 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 يا جماعه ومش عارفه ايه، وهبتدي بقى احط عايزه اظبط حاجه، حاجه هتاخد وقت مني اروح اعملها بوز، الفيديو ما راحش لسه مازال على الموبايل بكمله عادي، بدل ما نقعد نعمل مونتاج ونظبط مش محتاجين خالص كده، وقفته كملوا الوصفه بسرعه او سووا او اعملوا وارجعوا تاني كملوا الفيديو، ما تدوسوش ستوب غير لما يكون فعلا الفيديو خلصتوه ستوب خلاص بقى فيديو كامل متكامل مع نفسه بقطعاته بحاجته بقى بالبوزات بتاعتكم، فاهمين قصدي؟ اعملوا كده بجد سهله جدا 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 بالتدريب، انتوا جربوا كده مع نفسكم العبوا كده شويه هتلاقوا ايه عرفتوا تعملوها، اعملوها بقى على وصفه على طول وبعتوها. وعلى فكره عايزه اقول لكم على حاجه، في شيفات كتير جدا اليومين اللي فاتوا فعلا وخلال السنه اللي فاتوا اشتهروا جدا، بس بسبب كده، بسبب ان هم صوروا وصفاتهم نزلوها، سواء نزلوها على اليوتيوب سواء نزلوها اتعرفوا على الفيسبوك، اتعرفوا جدا بالطريقه دي ويعني انطلقوا جدا. فليه اللي عنده الموهبه ما يقدر يعمل ده؟ ليه لا؟ وتتعرضوا هنا، كل فيديوهاتكم تتعرض هنا على الشاشه ان شاء الله. طيب انا عايزه بقى اروح على السوشيال ميديا اجاوب على شويه اسئله. جالي سؤال من تبارك بيوتي، السلام عليكم يا دكتوره سالي، انا بحبك جدا وبعشق ضحكتك، تسلمي لي يا حبيبتي، اهلا يا احلى سالي وانتي جميله جدا وحلوه، كنت عايزه اسالك عن مشروب الديتوكس الصباحي ينفع لمرضى السكر، وممكن حلقه عن اكلات لمرضى السكر، انا عندي 15 سنه ينفع اعمل 7 خطوات، وتحيه من العراق الى مصر، اسمي تبارك من العراق. اهلا بيك يا تبارك وتحيه كبيره لاهل العراق. طيب انتي بتسالي عن مشروب الديتوكس الصباحي اللي هو ميه دافيه عليها معلقه عسل صغيره، المفروض انه ينفع لمرضى السكر، ولكن برضو اسالي دكتورك علشان تبقي متاكده لحالتك، لان كل السكر ده فيه تو تايبس منه، في اختلافات، حد بياخد قرص حد بياخد انسولين، في اختلافات كبيره، فلازم تسالي دكتورك ايه اللي يناسبك، وبرضو عن ال7 خطوات اسالي، لكن عامه ال7 خطوات جابت نتيجه هايله للناس كتير عندهم السكر وظبط عندهم سكر الدم. طيب عندي سؤال تاني من سيلا، اهلا انا من الجزائر يا سالي، عايزه اشكرك لانك غيرتي حياتي، انا خسيت 20 كيلو على 7 خطوات وانا حاسه حياتي اتغيرت للاحسن بفضلك وبفضل ربنا يا حبيبتي، شكرا، انا في الجزائر بتابعك وبندعي لك حبيبه قلبي. يعني انا سعيده جدا جدا بالخبر ده، ويا رب كل حد يحقق امنيته يخس.
عندنا ام احمد، السلام عليكم، كيفك يا شيف يا جميله وصاحبه الضحكه الحلوه. انا وزني 61 وطولي 165، وزني مناسب لطولي. وزنك حلو جدا بالنسبه لطولك. انتي بقى حسب، انتي مستريحه ولا محتاجه تنزلي اكتر، انتي تقرري. سؤالي التاني، انا والده قيصري مرتين وصارت عندي كرش، فعاوزه اعرف كيف اتخلص منها. كل الحب. الكرش ده حسب انتي، لو الرهرطه دي في الكرش ده من الجلد دي قصة تانية، لكن لو هو دهون، الدهون حسب انتي والدة امتى. لما توصلي للشهر التاسع بترجعي تاني عادي جدا ان شاء الله، لكن لو انتي لا وصلتي خلاص عديتي 9 شهر من بعد الولادة اقصد، لو عديتيهم ولسه بطنك مترهلة، تشوفي بقى هل ترهل دهون ولا ترهل جلد. لو ترهل جلد يبقى لا، ده لما بيروحش لازم بعملية، لكن لو ترهل دهون يبقى تحاولي تخسي وتعملي تمارين بطن وتخسي اكتر شوية، هتنزلي ان شاء الله في المنطقة دي مع المشي السريع، ودايما تشدي بطنك كده لجوه. وعشا امنعيه، العشا بيفرق جدا في البطن، وكمية الاكل تاكلي دايما تلت معدة، ما تقوميش ابدا شبعانة، بتفرق بطريقة رهيبة. هنروح دلوقتي فاصل ونرجع ان شاء الله نجاوب على الاسئلة بعد الفاصل. عايزه اقول لكم على الريحه الفظيعه. قبل ما اكمل اجابه الاسئله اللي انتوا بعتلنا، انا عايزه اقول لكم بس على حاجه تخص التيك توك والحاجات اللي بتحصل اليومين دول. حلو ان الواحد ممكن اوقات ان هو يعمل حاجه مختلفه. انا اول ما شفت بصراحه التيك توك قلت ايه ده، انا يمكن اعمل الحاجات دي يعني. انا قعدت بجد ابص كده، ايه ده، قال وبعدين شويه طب ما اتفرج كده، وهلاقيت الموضوع لذيذ جدا جدا جدا. وبعدين فجأة لقيت نفسي طب ما اجرب اعمل حاجة، طب ما اجرب اعمل التانية، طب ما اجرب مش عارفة ايه. فاكتشفت ان بالعكس الواحد لو قاعد في اسطمبة شكل كده، يعني انا من النوع الهادي ومن النوع الجد شوية، ومن ممكن اهرج وكده، بس ليها وقتها، مش على طول بهرج يعني، حسب يعني المود. بس انا الطبيعي بتاعي يعني متضايقه على عسكري الماني شويه. فلقيت طب ليه، طب ما في زوايا جوانا، كل انسان جواه زوايا لذيذه حلوه، ليه ما تخرجش. فاتشجعت كده وجرأت قوي 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 ان انا اطلع الناحيه دي فيا، مع ان هي مش موجوده بسهوله يعني، هي خرجت معايا كده بس اكتشفت انها موجوده خلاص. ف قلت طيب ما حلو، ما انا كده ممكن برضو افرح ناس تانية يعني، ناس كتير قاعدة مثلا مهمومة وقاعدة بتفكر ومتضايقة وزهقانة ومش عارفة ايه. قلت طب ما ازاي الناس اللي بتعمل حاجات لذيذة وبتفرحنا بالحاجات التيك توك اللي بنشوفها دي، طب ما اعمل انا كمان حاجة مهيسة هبلة، ليه لا، الواحد ممكن يعمل حاجة مختلفة عن القالب مرة، عشان او يعني تبقى مختلفة شوية، مش لازم دايما الواحد يعمل نفس الشكل، تبقى حياة نمطية ومملة جدا. فاخرجوا عن نفسكم شويه واعملوا في حاجات لذيذه جدا جدا بجد. اكتشفت فعلا اللي يحط نفسه جوه قالب وشكل معين، لا حاجه يعني مش حلوه، مش تزهق. ايه الحلو مثلا في الممثلين؟ الممثلين حلو فيهم قوي ان هم عندهم كذا شخصيه، كذا كذا اتجاه، الواحد ما بيبقاش متوقع هيشوف ايه من الشخصيه دي، هل هو الشخصيه دي ولا الشخصيه دي ولا الشخصيه دي، فبتبقى حاجه كده لذيذه. فالواحد لما يعمل ده يخرج شويه كده من جواه، بيبسط اللي حواليه وفي نفس الوقت، بس طبعا كل حاجه في اطار الصح والمظبوط يعني، الواحد ما يخرجش عن اطار الصح. بس حبيت ان انا اقول يعني رايي في حته التيك توك دي، ان الواحد ممكن يبين زاويه فيه مختلفه. وحاجه تانية، مش معنى ان عمر الواحد كده يبقى هو ده العمر، لا، الواحد ممكن يبقى عنده 70 سنه بس روحه جواه عنده 20 سنه. يعني ليه لازم الواحد يلتزم ما دام انت عمرك 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60، يبقى انت لازم تبقي بالعمر ده
لا اوقات الواحد بيبقى بالعكس. على فكره الواحد لما بيطلع ويهبل ويضحك ويهرج ويرقص ويعمل بيطلع الهموم والروح بتبقى اخف والواحد بيبقى مبسوط اكتر. اعمله ده يعني عادي، الواحد ممكن يهبل. على فكره احسن علاقه ما بين اتنين متجوزين مثلا العلاقه اللي فيها جزء كبير من الهبل. عادي لازم الواحد يهبل، ما تاخدوش الحياه جد 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 جد، عصبيه، مشاكل، روتين، مسؤوليات، مش عارفه ايه، هتلاقوا الحياه بقى ملهاش طعم. لازم لازم شريك حياتكم انتوا تهبلوا معاه، لازم يبقى في حاله هبل جنون، تعملوا اي حاجه هتلاقوا ان الحياه بقت بجد بجد خفيفه ولذيذه واظرف بكتير جدا. فما تاخدوش دايما الحاجه بطريقه وحشه، بالعكس خدوها دايما من الجانب الحلو اللي يبسطكوا، شفتوا حاجه حلوه تعملوا زيها تكملوا. خلاص نخش بقى في مود الجد، نخش مره في مود عايزاكم كده يعني يبقى بجد. انا اكتشفت ده في نفسي يعني، انا فعلا انا كنت على طول جد 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 جد، هاديه 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 هاديه، قليل لما اهرج واضحك. طب ليه الواحد يعني ممكن يطلع حاجه تانية كده من جواه والواحد يبقى مبسوط اكتر بجد حقيقي. جربه يعني، انا قعدوا يقولوا لي جربي تيك توك جربه، انا لا يمكن تيك توك ايه، انا ما اعملش تيك توك ابدا، انا اعمل كده، انا اترقص كده اعمل الحركات دي لا يمكن اعملها. وهي فجأة اكتشفت لا والله الواحد ممكن يعمل حاجات، مش بيكتشف في نفسه حاجات جديده يعني. فعادي ما تتخضوش، انا ستيل لسه البني ادمه الهاديه جدا وكل حاجه، بس اوقات كده تطلع حاجه كده صغننه وارجع تاني زي ما كنت. طيب اللي الناس سالوني طبعا في التيك توك ليه المقطوط على الصينيه ده ايه بالظبط، طبعا ناس مسخره بقى كتبوا كميه حاجات ضحكتني جدا جدا. اللي على الصينيه يا جماعه فشار بالشوكولاته، فشار بالشوكولاته مش صراصير محروقه. تمام، بس عشان اللي قعدوا يهرجوا كده ده فشار بالشوكولاته. كان انا نزلت الفيديو على الفيسبوك عندي، كنت قلت انه احنا هنعمل تحدي فشار بالشوكولاته بعد الساعه 6 7 ونخس عليه، فقلت نعمله عشان هو مناسب للسبع خطوات، فعملته ونزلته بعد ما حطيت الصينيه بقى على وصورته مش عارفه ايه، هتعمله بقى التيك توك المطرقع ده، الفيديو اللي برقص في رقصه المطبخ. طيب احنا جالنا سؤال من همس الليل، حبيبتي سالي انا نزل وزني على 10 نصايح 25 كيلو والحمد لله، ورجعت زدت 5 تعبوني مش عارفه انزل اعمل ايه، من العراق متابعاكي بقالي 4 سنوات. اهلا بيكي يا حبيبه قلبي. طيب انت شوفي، انت معوده جسمك على نمط معين فبالتالي مش بتخسي، لازم تكسري النمط ده وترجعي. اهم نصيحه دايما بقولها اللي هي نصيحه رقم 7، ان احنا كل 3 ايام نعمل يوم مشروبات، بتنزلوا بعده صاروخ، بتفرق، بتغير النظام كده وتخلي الواحد يخس خلاص، ويوم فري كده بسيط كده نغير فيه النظام، لازم نكسر النظام، هتلاقي نفسك بتخسي على طول. طيب عندي املي بالله بتقول عندي تكيسات المبايض وكسل الغده وعدم انتظام الدوره وعندي غازات في البطن ونفخه والم في طب يا حبيبتي انت لازم تروحي تكشفي يعني، اكيد اكيد. بصوا تكيسات المبايض وفي حاجات اسمها بس بي سي او، ده بيمنع ان الواحد يخس وبيعمل مشاكل، فانت لازم تروحي دكتور دكتور نساء ودكتور بطن وتشوفي تحلي المشاكل دي عشان تعرفي تخسي او عامه تبقي بصحه كويسه. يا رب اكون النهارده فدتكم بمعلومات سواء على السوشيال ميديا سواء معلومات مني سواء وصفات سواء الفيديو الحلو اللي شفناه لدينا. بتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم، اشوفكم بكره على الهوا ان شاء الله بحلقه بوصفات جديده ونصايح جديده وحاجات كتيره جديده.